مشاهدي قناة الحياة الأحباء سلام المسيح ملا قلوبكم احنا معكم في حلقة جديدة ومسجلة من برنامج الدليل حكاية رسول الإسلام مع اليهود حكاية طويلة عمرها تقريبا بعمر الوحي المزعوم كانت عين محمد عليهم طول الوقت وعقله انشغل بيهم كان مأخوذ بأساطيرهم وحكاياهم فملأ بها قرآنه وحدث بها أصحابه محمد مدح اليهود لدرجة أنه منحهم كل أرض مصر بالإضافة طبعا للأرض المقدسة كان لليهود سحر خاص في عيون محمد فسعى خلفهم وطمع في تبعيتهم لي كان بيتسول منهم شهادة ولو مزورة لنبوته لأن شهادتهم كانت بالنسبة له هي الحد الفاصل في قبول نبوته بين العرب خاصة أنه ما عرف يقنع العرب بنبوته على مدى 13 سنة لما ياس محمد من اليهود اخذ منحة تاني ابتدى بمخالفتهم وانتهى بتهجيرهم وقتلهم ومات محمد وهو بيلعن اليهود والنصارى لعنه ارتدت عليه وعلى اتباعه من بعده فاصبحوا في اخر الركب. البعض منهم يلهث في محاوله للوصول والبعض الاخر كان بيستجدي من لعنهم محمد. لكنهم طبعا حاليا هم من يحكمون العالم ويتحكمون في امه محمد. اسباب واسرار حكمت علاقه محمد باليهود هنتعرف عليها شويه شويه لغايه ما نوصل مع بعض لسر الاسرار في العلاقه دي. خلونا نشوف مع بعض موضوع النهارده وعنوان حلقته محمد في مخالفته لليهود كسر القران وخالف وحي التوراه. بنرحب وحيد مشاهدينا وبنبدا نشوف موضوع النهاردة أهلا بك يا وحيد أهلا فدوى وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان الرب يبارك حياة الجميع طيب خلينا نشوف العنوان محمد في مخالفته لليهود كسر القرآن وخالف وحي التوراة يعني خلينا نفهم الكلام ده أي معنى دون أن يدري سقط محمد في هكذا أخطاء حينما أوصى أتباعه بإنه يخالف اليهود، المهم إن هو كان مشغول بهذا الأمر، لا. في أمور كثيرة جداً خالف اليهود، لا. خالف أهل الكتاب، وفي بعض الأحيان كحلقة اليوم فيما يقول خالف اليهود هو كسر قرآنه لأن المخالفة هي نص موجود في قرآنه وأصلاً مأخوذ من التوراة، فكسر قرآنه وخالف وحي التوراة. وانا مش هسبق المثل اللي احنا هنقدمه النهارده لكن هذه هي نتيجه طبيعيه لشخص يعني لا يعرف حقيقه الوحي لا يعرف ما يقال امامه هل هو يعني وحي مقدس ام حكاية واساطير في النهايه هو ياخذ وينقل وينسى ما نقلوا او ما كتبوا هو الدلائل كثيره يعني ابسط الامور كانوا يسالونه عن بعض قرآنه كان يقول هذه نسخة البارحة مع هي نزلت البارحة أصلا نسخة البارحة فدي طبعا المحور الأساسي اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة ازاي هو في مخالفته لليهود دون أن يدري أيضا الظاهر نسى فكسر قرآنه وخالف وحي التوراة طيب ده بيعتبر يعني اذا هو كسر القران وخالف التوراه اذا هو عاصي يعني في حكم العاصي يعتبر. طبعا لا يوجد شخص كسر يعني رسالته هو غير محمد يعني كل ما حتى يعني المصنفين وثنيين احترموا رسالته. بوذا احترم رسالته بغض النظر هي صحيحه ام خاطئه خضع لها وهكذا الهندوسيه وغيره من العقائد من اسس هذه العقائد كان خاضع ل لشريعته التي أتى بها لا. غير أن محمد رسول الإسلام كسر شريعته وصنف المسلمون ما كسره محمد بخصائص مم. الرسول بدل ما يعني يعترفون هذه خطايا ارتكبها الرسول لا. لكن يعني هم بيعبدوا محمد أصلا دون أن يدروا ومهما قالوا في النهاية عند محمد هو الأول والله رقم اثنين الذي كان يلبي كل شيء كقول عائشة إلهك يسرع في, هوا. في هواك نعم طيب العاصي ده طبعا إحنا يعني كتابيا سماويا إلهيا معروف لي العقوبة بتاعته صحيح خاصة مع رسول الإسلام أنه مدعي نبوة يعني دي ما فيهاش أي كلام بس قرآنيا إسلاميا هل محمد لما بيعصي عنده أي عقوبة ولا برضو دي من الخصائص لا هي هي انا هنا ساتي بنصين عشان بس ادخل للموضوع بتاعنا الاساسي نعم مقدمه اقول ان محمد حكم على نفسه بنفسه، فهو وضع بعض القواعد التي اخترقها كسره. فبالتالي هذه القواعد التي تسري على على البشر على الانسان وانت تقول انك انسان فهي ترتد على راسك خلينا اعطي بعض الامثله يعني مثلا سوره الانفال ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق يعني الملائكه بيضربوا الناس اللي ماتوا وهم كفار ثم يقول ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بايات الله فاخذهم الله بذنوبهم ان الله قوي شديد العقاب فهنا كفروا بايات الله طب ما هو رسول الاسلام كفر بايات الله كفر بالتوراة إيه الكفر وكفر هنا؟ الكفر هنا انه عدم لا يصدق التصديق عدم التصديق هم كفروا بهذه الايات وبالتالي رسول الاسلام كفر بكل الكتاب المقدس، وحلقة اليوم فيها جزئية هو لم يأخذ يعني انتباهه جيداً أنه يكسر القرآن أيضاً، فيقولون جاء مصدقاً جاء مصدقاً وفي ذات الوقت يقول خالفوا أهل الكتاب، طيب إذا إذا أنت بتقول خالفوا أهل الكتاب وما أردت أن تخالفهم فيه هو وحي، فأنت تخالف الله، فبالتالي من هذا النص هو حكم على نفسه. لانه هو ذاته كفر بايات الله، الايات الحقيقيه وليس الايات الشيطانيه القرانيه. <applause> لان القران هو مجموعه يعني نصوص شيطانيه ليس اكثر من ذلك. فدد نص، عايز اخذ النص الثاني برضه بسرعه يونس 94 و95 يقول فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، هنا بس عايز يعني لي وقفه صغيره جدا. تخيلي انا اسال الاحباء المسلمين من من انبياء البشريه كلها كان في شك انه هو ما ياتيه ليس وحيا؟ مين ده؟ ما في لانكم لا تعرفون الانبياء ولا حياه الانبياء. لان رسول الاسلام هذا نبت شيطاني لا علاقه له لا بالانبياء ولا بتاريخهم. فبالتالي هو مدعي نبوة وإلا كيف يكون في شك الله حينما يتكلم يعطي اليقين أولا مش محتاج ملاك يمسك ويضغط ويخنق إلى كل هذه يعني الأشياء الغريبة التي لا علاقة لها إلا بمحمد فهنا فإن كنت في شك إحنا المرجع بتاعك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك إحنا المرجع إحنا الأساس ثم يقول لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ثم يقول ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون فتكون من الخاسرين الكلام ده كله لمحمد لا نعم. ما تكونش بتكذب بايات الله هو كذب بايات الله ورفضه ومن الممترين من الشكاكين نعم. ده هذا هو الكلام القران لو عمل كده المحصلة فتكون من الخاسرين والخاسر هو إيه الهالك هو الخاسر نعم. لا. أروح لابن كثير مثلا بسرعة قال قتادة قال قتادة بن دعامة بلغنا أن رسول الله قال لا أشك ولا أسأل آه. وكذا قال ابن عباس وسعيد بن بجبير والحسن البصري لا أشك ولا أسأل طبعا هو إن كنت في شك آه. لا يجب أن تقال أصلا ان لم تكن انت في شكوى إلا الهك ده معتوه صحيح لا هو بينبهك بيقول لا تشك ولا تكونن من الممترين لا. واسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك كل دي اساسيات هم لا يستطيع الخروج منها ثم الجلالين فان كنت يا محمد في شك مما انزلنا اليك من القصص فرضا فرضا فاسال الذين يقرؤون الكتاب التوراه من قبلك فإنه ثابت عندهم يخبروك بصدقه قال لا أشك ولا أسأل لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الشاكين فيه الشاكين في الله نفسه فإذا هنا في نصوص هذه النصوص قرآنية تقول أن الذي يشك والذي يرفض ويكفر بآيات الله هو من الخاسرين الهالكين والذين سيضربونهم الملائكة على وجوههم وأدبارهم لا. محمد خالف كل الوصايا وخالف على أقل تقدير الوصايا العشر على أقل تقدير لا. الوصايا العشر كسرها فده مدخل إلى المخالفة أنت فيما تطلب من أتباعك أن يخالفوا أهل الكتاب أنت خالفت الكتاب وخالفت النصوص وهذا مصيرك هل وضحت الفكره وضحت الفكره بس انا يعني عايزه اعرف هل هل فعلا مش هل فعلا طبعا انت طالما جايب بس انا مش قادر اتخيل انه هل فعلا كانت في وصايا واضحه قدامه هو آه يعني خالف ولا هو ما كان بيعرف انه دي وصايا اصلا ولا خليني خليني اخذ المنحيين ان كان يعرف وهو رفض هذه طبعا مسؤولية ثقيلة جدا عليه ألا يعرف اليهود ألم يكن يجلس بينهم ألم يسمع تعاليمهم ألا يعرف موسى لماذا لم يطلب ما كتبه الرب الإله بالوحي المقدس لموسى وعنده في القرآن كتبنا لك في الألواح يعني إله محمد يقول أن في الألواح كتب إله الله لموسى نعم. طيب أنت عارفه وفي البخاري أن إله محمد يقول أنه خط بيمينه بيمينه هل التوراة التي خطها بيمينه والألواح التي كتب فيها تتزور تتحرف وهذا الإله لا يفهم أي شيء ولا يعرف أي شيء والقرآن المكتوب بأيدي بشر هو ده المصان المحفوظ لأنهم يعبدون محمد بينما الله لا قيمة له في الإسلام هو مجرد اسم فبالتالي هنا يعرف محمد جيدا حسب سؤالك التوراة ويعرف أنها كتاب حقيقي وهو رفض وفي مرة من المرات مسك كتاب وقع على أساس أنه التوراة ووضع وسادة وقال أقسمت آمنت بك وبمن أنزلك يعني توراة سليمة وإلا لا يقسم بكتاب محرف صحيح صحيح فكل هذا يؤكد أنه كان يعلم أما إن كان لا يعلم فهو ليس نبي إذن يعني إذا كان ما بيعرف وهي يعني دي برضه حقيقة فهو ليس نبي هو مدعي نبوة طيب حتى لو هو ما بيعرف وأخطأ المفروض فين جبريل؟ مش بيجي جبريل ويصحح ويراجع القرآن ويعمل الحاجات اللي بتتعمل دي؟ تمام جبريل هذا هو الشخصية الوهمية التي كان محمد يستخدمها لإخراجه من المآزق التي كان يسقط فيها نعم فعلى الفور يأتي جبريل مصححاً بعض الأخطاء، بعد الأخطاء وليس قبل آه. حتى يأتي جبريل ليعطي نصوص قرآنية تتناسب مع الحدث مع الورطة. طيب. فبالتالي م. جبريل هنا هو شخصية وهمية لا يأتي أبداً قبل الأحداث يأتي بعدها. طيب. فأنا نبدأ يا. نبدأ أود أدخل في لب الموضوع بتاعنا ال... وإحنا بنتكلم عن مخالفة اليهود ومشابهاتهم هذه الورطة الكبيرة التي ورط فيها محمد نفسه وأتباعه م. إلى اليوم. اخذ هذا العنوان الصلاة في النعال والصلاة في النعال قد تبدو للبعض لغويا هي مش واضحه ليس معناها الصلاه داخل النعال ولكن الصلاه وهو لابس النعال نعم فباللغه العربيه يقال هكذا الصلاه في النعال يعني الصلاه وهو منتعل النعال هذا الحديث رواه شداد بن اوس حدث به الشوكاني في الفوائد المجموعه خلاصه حكم المحدث ثبت في الاحاديث الصحيحه. قال رسول الاسلام: صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود. يعني شوف الفكره جاي وحاطط اليهود والمسيحيين قدامه هدف. نعم. طب يخالفوا اليهود ليه؟ افترض انه الصلاه في غير النعال والانسان حافي هي امر عند اليهود كتابي. أنت كذا بتخالف الله ما بتخالف اليهود. افترض إنه من الخشوع إنك تصلي حافي في الأماكن المقدسة فأنت تخالف الله وليس اليهود. لا. فهنا دي الفكرة إنه هو بيكسر قرآنه ويخالف التوراة. وده طبعا حسبته بعد شوية. صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود. لا. يعني الفكرة الأساسية ليس تعليما أن يصلي في نعاله لأن الصلاة في النعال هي أمر جيد. لا فقط لكي تخالفوا اليهود نعم نعم طب هل ده شيء طبيعي؟ يعني الهدف من الموضوع هو المخالفه بس المخالفه يعني الصلاه ما يعني ما فيش هو مش بيتكلم عن الصلاه نعم بيتكلم عن المخالفه عن المخالفه طيب. وهذا اللي يعني لماذا اوصى بهذا؟ لانه في كلام حصل انا ه... يعني حتطرق له هاي. بعد قليل بس خليني في البدايه اسمع فيديو رقم واحد للشيخ علي جمعه وهو يقول ان النبي كان يصلي في نعاله واوصى بالصلاه في النعال طيب. بس في مشكلة حصلت في العصر الحديث هنشوفها وناخدها تتابعا، خلينا نشوف فيديو رقم واحد ونرجع النبي عليه السلام كان يصلي في نعاله ايوه وحتى قال يعني صلوا في نعالكم ولكن كان المسجد كان حينئذ فيه الحصباء، ما كانش مفروش بالسجاد ولا حاجة يعني كان مفروش بالزلط <applause> فكان يجوز ليهم ان هم يصلوا بالنعال. كان مفروش بالزلط. طيب مفروش بالزلط يعني مش سجاد وموكيت زي النهارده. والصلاه في النعال دي سنه من سنن محمد رسول الاسلام وهنشوف كيف او انا خليني اسال دلوقتي يعني لماذا يخالف المسلم رسوله ويخلع نعله خارج المسجد علشان يسرق يعني هذا النعل؟ ومسلمي العالم اذا كلهم اليوم او اغلبهم يتشبهون باليهود ويكسرون سنه نبيهم ولا يطاوعونه في مخالفه اليهود بيصلوا وهم حفاة نعم ليه بيصلوا حفاة النهارده المسلمين مع انه ده كسر للسنه هو هنا الشيخ علي جمعه يعني ذكر انه لانه ما كانش في سجاد طيب جه السجاد انتوا يعني فضلت السجاد على السنة ما كان ممكن تعمل بلاط مثلا وتلتزم بالسنة فأنتم فضلتم السجاد على السنة فضلتم أن تتشبهوا بالغرب عن السنة تتشبهوا بالمسيحيين واليهود عن لا. السنة وشو في تطور الهلع ال 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 بالمخالفة حيوصل لحد فين خليني أخذ حديث من زاوية أخرى أو بألفاظ أخرى لشداد بن أوس وحدث به الشوكاني في نيل الأوطار وخلاصة حكم المحدث لا مطعن في إسناده يقول خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم يعني بيصلوا إيه؟ وهم حفاة يعني في خشوع أمام الله الأماكن المقدسة تدخل بخشوع فهنا هو كل تركيزه على إيه إنكم ما تبقوا زيهم ليست الفكرة في تعليم أخلاقي أو روحي يقدم لأتباعه الفكرة الأساسية كيف يخالف هؤلاء طيب افترض هؤلاء صح افترض هؤلاء ده أمر إلهي لهم أو هذا ما أخذوه قياساً بأمر إلهي ورد في توراتهم نعم. يبقى أنت بتخالف الله وليس اليهود صحيح ورطة كبيرة جدا صحيح في هنشوف يعني إيه نعالهم وخفافهم هنشوف الخف إيه هو والنعل إيه هو بعد شوية طيب. بس خليني أروح برضو لأبو أمام الباهلي وحدث الحديث للالباني في جلباب المراه وخلاصه حكم المحدث اسناده حسن رجال سقاد غير القاسم وهو حسن الحديث خرج رسول الله على مشيخه من الانصار فقلنا يا رسول الله ان اهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون فقال قال فتخففوا وانتعلوا وخالفوا اهل الكتاب يعني هنا هم لا يلبسوا الخف يلبسوا الخف قال لهم آآ آآ إلبسوا الخف, البسوا الخف. تخف. إن أهل الكتاب يتخففون يتخففون تخففوا نعم. لا ينتعلون إن تنتعلوا فشابههم في حاجة وخالفهم في شيء مع إنه الحديث الأول هنا حينما قرأنا هذا الحديث خالف اليهود فإنهم لا يصلون خفاف في نعالهم ولا خفافهم في الاثنين آه. هذا الحديث يخالف تماما هذا الأمر ليس الآن أنا في تضارب الأحاديث فهي كثيرة ومتضاربة نعم. لكن خلينا أعرف ما هو الخف الخف هو من الجلد يمكن أن يطبق النعل بتاعه رقيق جدا يعني ممكن يأخذ الخف كده يحطه في جيبه أما النعل فالقاعدة تحت سميكة غليظة زي بدون مؤاخذة النهاردة الجزمة مثلا يمكن أن يقال عنها نعل بينما الخف هو الأسفل بتاعه ليس غليظ ماهوش سميك يمكن ان يطبق من الجلد فهنا وضع يعني النعل اصبح عنده شروط حتى في الصلاه يعني صلوا في نعالكم بس النعل لازم يكون ليه ميزه خاصه برضه حناخذها تدريجيا الى ان نصل اين كسر رسول الاسلام قرانه ووحي التوراه خلينا نشوف علي جمعه فيديو رقم اثنين وهو بيقول شرط الائمه ان يكون النعل لينا، ليه لينا بقى ما تستغربش، خاصه الاحباء المسيحيين. خلينا نشوف الفيديو ونرجع تاني القضيه الثانيه شرط الائمه في جواز الصلاه بالحذاء ان يكون الحذاء لينا بحيث انه يوجه صوابع اصابعه في السجود اثناء السجود الى القبله. يبقى اذا يوجه الاصابع الى القبله. شيء عجيب جدا، يعني هذا الصنم الكعبه يتبع المسلم في كل جزء من جسده، حتى اصابع الرجل، الواحد لما يسجد ممكن تكون قدميه لورا كده، لا انت قدميك تكون لقدام كده، متنيه كده قدام. فتتني اقدامك كده فالاصابع برضه معاك ماشيه فين؟ للكعبه، وطبعا كالعاده هي فيها خلاف ايضا. بين الفقهاء هل هذا يعني أمر واجب ولا هو محبب إلى آخره بس في النهاية شايف النعل بيوفر الموضوع ده النعل لين فلما يكون النعل النعل لين يوفر هذه الإمكانية إنه حتى أصابعه تكون متوجهة للصنم اللي هو الكعبة المسلم لا يعيش دون أصنام لا يستطيع لا بد أن يتوجه لهذا الصنم خمس مرات في اليوم الكعبة وإذا زار الكعبة لا بد أن يتمسح بهذا الحجر الأسود وإذا رجم الشيطان لا بد أن يرجم بحجر فهو يقبل حجر ويرجم بحجر ويطوف حول حجر لا. بعد كده يقولوا الوثنيون ما هو في وثنية أكثر من كده أنت عايش في دي كلها وثنية يعني ففي النهاية يعني يعني المسلم وثني ومشرك وهذه قضية أخرى يعني لكن عاوز أن أخذ الموضوع بالتدرج في موضوع النعال أذهب إلى القرطبي في تفسير النص القرآني السابق قال أن النبي صلى يوم الفتح فوضع عليه عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم دلوقتي رسول الإسلام أوصى أوصى بإيه؟ انتعلوا, انتعلوا صلوا في نعالكم طيب هو الإمام قدام راح شايل نعاله حطه على يساره طيب راحوا الناس شافوا كده راحوا شايلين نعالهم و يعني خلعوا النعل عايزين يشوفوا ايه الموضوع فلما قضى يعني لما خلص الرسول من الصلاه فلما قضى رسول الله رسول الله قال ما حملكم على القائكم نعالكم قالوا رايناك القيت نعليك فالقينا نعالنا شفناك انت عملت كده فقال رسول الله ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما قزرا وقال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في عليه قذرا أو أذن فليمسحه وليصلي فيهما صححه أبو محمد إلى آخره يعني أنت مش واخد بالك من نعالك أنه في قذر لدرجة كلفت جبريل مخصوص كل المشوار الطويل ده شفت جبريل بيظهر إزاي صحيح. بعد المشكلة صحيح كلف جبريل كل المشوار ده عشان يقول له محمد النعال بتاعك مش نظيف اه معقوله طيب شيل النعال حطه على يساره ده بذكرني بالجرو الميت اللي تحت سريره وقعد شهر كامل يعني وجبريل ما عرفش يدخل ولما امتنع الوحي قال له تحت السرير في جرو ميت والقدر اللي كانت تحت سريره يقضي فيها حاجته كل دي روائح غريبه انه الرسول لا بيشم الحذاء ولا القدر اللي تحت سريره بتأثر يعني ولا الكلب الميت اللي حوالي شهر من الزمن لا. طيب انت النهاردة بتقول الـ صلوا في نعالكم واتضح انه النعل بتاعه فيه قزارة لا. فخلع نعله فالبقية خلعت نعالها واتى جبريل ليصحح له هذا الامر الفكرة هنا الاساسية أه اللي اللي الفقهاء بعد شويه حنشوفهم في قضيه المسح بتاع الحذاء حينما يكون قذرا طيب يتعاملوا معاه ازاي؟ واختلفوا كالعاده، بس خلينا اسمع علي جمعه فيديو رقم ثلاثه وهو بيتكلم عن الموضوع ده يجب ان يكون الحذاء لينا خلاص طاهرا كمان فنشوف فيديو رقم ثلاثه ونرجع يجب اولا أن يكون الحذاء طاهرا ويجب ثانيا أن يكون لينا فإذا كان الحذاء متوفر في هذا أنه طاهر ونظيف ولين وأنه لين جاز ولكن إذا لم يكن كذلك فعليهم أنهم يخلعوا عليهم أن هم يخلعوا طب انا يعني بعرف انه اي حد بينتبه لحذائه اذا كان في قذر او ما الى ذلك يعني, يعني الرسول لم ينتبه هم اختلفوا بقى الرسول بيقول لهم فليمسح ويصلي فيه فاختلفوا يا ترى يمسحوا ولا يحكوا ولا يفرقوا لو كان ناشف ولا يغسلوا لو كان رطب فطبعا اختلفوا في هذه المسائل كالعاده تفضجيني زي ما بقول لك الفقهاء اختلفوا في هذا الامر هل هذا القذر كيف يتم التعامل معه بين المسح والحك والفرك والغسل خلينا نسمع آه العلامه آه هو واحد من آه الذين ماتوا آه هم بيسموه فضيلة العلامة الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي خلينا نسمعه في آه فيديو رقم أربعة وهو بيتكلم عن من وطأ النجاسة ودعك بخفيه الأرض فأزال عين النجاسة يعني الأساس من النجاسة اتشال بس لسه فيها بواقي طبعا مم. فليصلي فيهما خلينا نسمع فيديو أربعة ونرجع مرة أخرى كذلك من وطأ النجاسة من عليه أو بخفيه فدعك بالأرض حتى أزال عين عين ال... النجاسة فبقي الأثر له أن يصلي في النعلين وفي الخفين وفيهما الأثر بعد إزالة عين النجاسة كالمستجمر تماما إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر تحت نعليه فإن رأى فيهما قدرا فليدركهما بالأرض فليدخل بهما فليصلي فيهما هذه من السنن المهجورة اليوم بل من السنن المحاربة عند كثير من الناس تحارب بل تعد جريمة في بعض الأقطار دخول المسجد بالنعال وبالأحذية ولو شريت الآن من الدكان ولبست ودخلت بها المسجد عد ذلك جريمة وعدم احترام للمساجد لبيوت الله جهل طلب السنة بدعة والبدعة سنة الصلاة في النعال كان عند السلف أمرا معهودا لا يختلفون فيه هل سمعت عزيزي لو اشتريت الحذاء من الدكان وذهبت به للمسجد يعد جريمه نعم مع انه لا في قذر ولا في اي اتساخ ولا اي شيء السؤال هنا البسيط ما هذه الورطة التي ورط فيها محمد المسلمين صحيح بس عشان يخالف اليهود صحيح. ألم يكن من الأفضل الصلاة وانتحاف القدمين كل المشاكل دي وكل الفقه الذي قام على هذا الأساس دلك وغسل وفرك ومسح كله كان ليس له أي داعي بس لمجرد أنه يريد أن يخالف اليهود أوقع المسلمين في هذه الورطة لدرجة أن الشيخ يقول يعني قلب البدعة سنة والسنة بدعة أصبح البدعة هي السنة المفروض تكون إيه هي البدعة صلوا بدون نعال لو دخلت المسجد بالنعال جريمة كسروا سنة رسولهم ببساطة لأنها آه يعني آه آه سنة ضد الفطرة بتاعت الإنسان وضد القداسة اللي داخل أي شخص يقدس الأماكن ده في ناس بيوت عادية بيوت عادية جدا بيخلع النعل قبل أن يدخل البيت بيته بيحبه يكون كده كويس ونظيف وحلو صحيح. فبيحترم بيته فما بالك بيوت الله ثم يقول الـ الـ القرطبي يكمل في هذه الجزئية ويقول ولم يختلف العلماء في جواز الصلاة في النعل إذا كانت طاهرة حتى لقد قال بعض العلماء إن الصلاة فيهما أفضل الصلاة في النعال أفضل؟ الصلاة في النعال النعال أفضل. مش علشان ستضيف إلى صلاة المسلم وقارا وتقوى. آه وإن كان نعم فكيف صلى محمد بدونهما؟ صلى محمد بدون الحذاء مش عشان فيه قذر، كده على مزاجه، سأتي بالحديث. والمسلمون اليوم يصلون حفاة؟ لا بس أنا ما فهمت يعني إيش صلاة في النعال أفضل؟ هو أفضل يعني ممكن تكون افضل في ايه الصلاه في شيء واحد فقط في المخالفه هي لا تعطي الانسان المخالفه وهم يعتبرونها سنه مع ان الرسول صلى في غير النعل م. يعني صلى في نعالي وصلى بدون نعاله فانتوا ايهما سنه طب ما هو صلى في النعل وصلى بدون النعل ايهما سنه إذن فهنا الشيخ يقول هذه من السنن المتروكه نا. ويجب أن يعمل بها طيب يبقى إذا أنت عندك هنا أفضل في لأمر واحد فقط أفضل عشان تخالف اليهود بس السؤال بقى اللي أنا بسأله لو مسلم نعاله نظيفة جدا اشتراه من الدكان زي ما قال الشيخ من شوية وشال حطها في بيته وصلى بدونها هل صلاته باطلة؟ تاني ثاني لو واحد مسلم اشترى نعال جديدة ما استخدمهاش ابدا خالص لبسها دخل بيها بيته وجاء وقت الصلاة خلع النعال النظيفة اللي ما فيهاش أي قذر وحطها جانبا وصلى وهو حافي القدمين هل صلاته باطلة؟ ناقصة؟ سليمة؟ إن كانت سليمة إذا كل الدوشة اللي أنتم عاملينها دي ما لها قيمة صحيح بنعل بدون نعل ملهوش أي قيمة كارثه لو تبقى مش سليمه لانه معناه النعال فيها فيها سر <applause> فيها سريه فيها سر المخالفه ليس اكثر من ذلك وفي ناس بيصلوا في اماكن مقدسه مسلمين يحترمون الاماكن المقدسه بغض النظر حذاء نظيف او لا نعم. بيخلعوا نعم كل المساجد بيخلعوا احذيتهم مش بس عشان موضوع الموكيت زي ما هنيجي بعد شويه لكن خليني اخذ فيديو اخر للشيخ علي جمعه وهو بيتكلم عن نهى العلماء عن الصلاه في النعال. وانا امسك الامر دلوقتي ليه نهو خلينا نشوف الفيديو ده رقم خمسه ونرجع مره اخرى. لما دخل السجاد الـ 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 المساجد. المساجد نهى العلماء عن الصلاه في النعال التي كانت جائزه اولا إذن بكل بساطة السجاد كسر سنة محمد. الموكيت كسر سنة محمد. الحضارة كسرت سنة محمد. النظافة كسرت سنة محمد. قل كل هذه مترادفات تماما. يقول لك الإسلام نافع صالح لكل وقت ولكل زمان. نعم طيب إنتوا ليه كسرتوا سنة محمد لمجرد أنكم فرشتوا حاجة نظيفة. لمجرد أنه حطيتوا فرش نظيف كسرت سنة الرسول لمجرد إنه عاوزكم تخالفوا اليهود اليهود في وقارهم وخشوعهم يخلعون أحزيتهم في صلاتهم والمسيحيون عندهم أماكن مقدسة حتى في الكنيسة بعض الطوائف يخلعون نعالهم أيضا لأجل قداسة هذا المكان شيخ محمد أمان الجامي في فيديو رقم ستة بيقول إحنا بنلغي السنة لو تعارضت مع يعني بعض الاشياء، فخلينا نسمع هذا الكلام الخطير. ألغي السنة. آه. السنة دلوقتي الشيخ علي جمعة بيقول لك ايه؟ منع الأئمة الفقهاء أنه يدخلوا بالنعل، يعني طب النعال دي سنة. نعم. طب خلينا نشوف فيديو لا. رقم ستة ونرجع مرة أخرى. فهذه السنة إذا تعارضت مع مزرعة أخرى في بعض المساجد أو أدى فتح الباب لدخول المساجد. إلى إضاءة المال ينبغي أن تترك هذه السنة تركا مؤقتا ومقيدا بمكان مقيد حتى تعيا في أماكن أخرى مثل هذه المساجد لا ينبغي أن يتسرع الشباب ليدخلوا بنعالهم فيفتح بذلك باب دخول المساجد بالنعال فيدخل المتسرعون قبل ان ينظروا تحت نعالهم فيؤدي ذلك الى اضاءة هذه الفرش فنهينا من اضاءة المال نهينا من اضاءة المال تعارضت السنة مع مصلحة اخرى فتم ايه نسف السنة نعم ما هي المصلحة الأخرى؟ أنا يعني كنت بفكر مع نفسي هل سنة الرسول عند المسلمين رخيصة إلى هذه الدرجة؟ وبالمناسبة ده وضع عام في كل الأقطار في العالم. المسلمون يدخلون المساجد بدون أحذية. صحيح. صحيح. مع أنها سنة أنك تصلي في الحذاء. فسنة الرسول أصبحت رخيصة أرخص من السجاد. نعم. أرخص من السجاد وإلا أنتم بتكسروها ليه؟ هذه فقهاءكم يقولون هذا الكلام فبالتالي إذا السنة اللي أنتوا تدوشون بها ليل ونهار في السواك وفي الوضوء إزاي كان الرسول بيتوضأ كيف كان يستاك كيف كيف كل دي التقدم والحضارة مفروض يا يعني كما نسفتم دخول المساجد بالحضارة يجب أن تنسف هذه كلها لانه في النهاية يعني لا اظن ان السواك يغني عن فرشة الاسنان والمعجون الى اخره. فهنا اذا تعارضت السنة مع مصلحة اخرى قال سيعمل بالسنة. الشيخ نفسه الشيخ العالم العلامة الجامي نفسه انه هو يعيد احياء هذه السنة مرة اخرى. والحقيقة الهلع من التشبه اللي زرعه رسول الإسلام في عقول المسلمين أنتم لا تتخيلون إلى أي درجة وصل فهو نفسه إيه يعيد إحياء هذه السنة مرة أخرى بس هو ما عارف الورطة الأخرى اللي مستنيه فوتوا عليه هذه السنة في المساجد المفروشة حتى لو حذاء نظيف نعم لا. لا لا مش نعم عايزك تنتبه معايا حتى لو حذاء نظيف أيوه ودخل مسجد مفروش ممنوع يدخل صح؟ اي لكن الامر اخر بقى، امر اخر حتندهشي آه من اجله طيب لا انا افتكرت كده يعني إن <applause> لا هو لا لا ما هم فوق بصي ما هو هم لو ما لقوا لو ما لقوا يهود حيشوفوا مسيحيين لو ما لقوا مسيحيين يشوف شيعي او سني لو ما في يشوف في السنه الطوائف الاخرى آه. لحد ما يخلصوا المسلمين على هذا الوجود ده, في ده يعني ده دي العقليه الاسلاميه نعم. فهنا فوتوا الفرصة إزاي؟ يعني هتندهشي معاي وحنشوف فيديو رقم سبعة مع بعض ونشوف كمان ليه السبب الثاني حتى لو الحذاء نظيف ما ينفعش تصلي بيه في المسجد. نشوف فيديو رقم سبعة ونرجع. لما دخل السجاد الـ 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 المساجد المساجد نهى العلماء عن الصلاة في النعال التي كانت جائزة أولاً وقالوا هذا تشبه بالمجوس. اللي أه. هو ان احنا ندخل المساجد او ان احنا نطق السجاد بالاحذيه. وقالوا هذا تشبه بالمجوس. اللي أه. هو ان احنا ندخل المساجد او ان احنا نطق السجاد بالاحذيه. انتوا مستحملين نفسكم ازاي؟ عايشين ازاي؟ انت في كل كبيره وصغيره خايف اتشبه بهذا وخايف اتشبه بالمجوس وخايف اتشبه باليهود وخايف اتشبه بالنصارى وخايف اتشبه بالكفار انتوا عايشين ازاي وبتقولوا الاسلام ان هو دين الفطره هل دي هي الفطره بزمتكم ولا دي ضد الفطره تماما يعني اذا القضيه اصبحت قضيه اخرى مش بس قذر نعم مش بس النعال آآ آآ لين ولا ناشف لا قضية أخرى، كمان لو نظيف، أنت لو صليت على السجاد تشابه المجوس. عايز أسأل هو في مجوس النهارده؟ يعني يعني في مجوس بمعنى مجوس اللي لا. كانوا موجودين. وهل المجوس النهارده كلهم لو موجودين بيصلوا بأحذيتهم على الموكيت يعني؟ فأنت ما عايز تشابههم؟ وأنتوا فاكرين إنه ده دين؟ يعني أنت كده لما تقعد مع نفسك هل تعتقد أن كل هذه الخزعبلات هي دين يوصلك للآخرة السعيدة السليمة ولا مفروض تستفيق كل هذه تخليك تنتبه أنه لا يمكن يكون هذا الدين من عند الله بأي حال من الأحوال هذا هو مكان الإسلام خارج الحضارة نعم ما ينفعش يتواكب مع الحضارة أنا أصلي يعني استغربت جدا على الطرح ده بتاع الشيخ علي جمعه لانه انت في البدايه بتخالف اليهود وبعد شويه رجعت لا ما انا لو عملت كده ح... حابقى بشابه المجوس مم. طب يعني رجعت لليهود تاني تتشابه بيهم صحيح انت خلع يعني تخلع ال... النعلين بسبب السجاد اللي اصلا عملوه اليهود مم. او النصارى مم. فانت رجعت وانت يعني المسلمين ضربوا السنه في 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 ضربتين في نفس الوقت ما تتشابهوش باليهود طيب مش هنتشابه باليهود بعد شويه رحنا جبنا السجاد بتاع اليهود فصلينا بطريقه اليهود صحيح انا انا بشكرك على المداخله دي لانه زي ما انت جمعت التناقضات كده مع بعضها زي الشعر زي الشعر في الاول كان بيسدل بيعمل صحيح. قصه صحيح. وذكروها بالناس قصه نعم بشبه فيها اليهود بعد نعم. شويه شابه المشركين رجع تاني للمشركين رجع لاصله يعني نعم فطب انت شبهت اليهود في الاول وبعد كده رجعت شبه المشركين بيفرق في النص نعم. وينزل شعره على الجانبين اتحدى واحد شيخ بيعمل كده النهارده نعم. ده كان تسريحه الرسول مش بتقولوا سنه اتحدى اي شيخ يفرق شعره من النص وينزله كده على الجناب ويطلع على التلفزيون ويسالوا ايه ده يا شيخ يقول لهم سنه دي, دي التسريحة بتاعت الرسول هتعملوا فيها إيه؟ لا. هذا هو الإسلام مكانه ليس في الحضارة كل ما تاخذ جزئية تلاقيها لا يصلح لا حتى في زمانه صحيح. صحيح. وبالتالي لما ش... العلامة محمد أمان الجامي عاوز يحيي هذه السنة الناس تصلي ولابسة أحذيتها هيحييها فين؟ خلينا نسمع فيديو رقم ثمانية وهو يتمنى إحياء هذه السنه لكن فين؟ نشوف الفيديو ونرجع. نعمل في سنة الصلاة في النعلين في غير مثل هذه المساجد، في المساجد التي لا تزال على فطرتها مفروشة بالرمال والتراب أو في بيوتنا أو في البرية عندما نخرج في الرحلة والمعسكرات والأماكن كثيرة. معنى ذلك لا نحارب الصلاه في النعال يعني زي ما انتم شايفين كده لا نحارب الصلاه في النعال طب هتصلي بيها فين في البريه في المساجد اللي هي لسه مش مفروشه ولا نظيفه ولا فيها تحضر يعني لسه بالرمال وبالحصى ده ده المكان الطبيعي لهذه الثقافه هي ثقافه هي مش دين دي ثقافة بتتعامل مع البيئة بتاعتها فأوعى تفتكروا أنه ده دين أنك أنت تصلي في النعاء الطبيعي الطبيعي أنك أنت ممكن تخلع داخل مكان مقدس ممكن تخلع نعالك لو كان هذا المكان قدس أقدس خلاص تخلع نعالك إنما ما يتحط شرط هنا الرسول وكانوا عملوا سنة لا المسيحيون يدخلون باحذيتهم الى الكنائس لانه ما عنده شرط انت لازم تعمل كده بعض الطوائف في داخل الكنيسه هناك اماكن مقدسه اكثر تخلع الاحذيه احتراما وتقديسا لهذا المكان وفي الاسلام هذا الكلام موجود ساشير لك له بعد قليل عايز اذكر حديث رواه عبد الله بن السائب حدث به الألباني في صحيح أبي داود وصحيح ابن ماجة وصحيح النساء وكله صحيح وفي أصل صفة الإسلام وصحيح الإسناد على شرط مسلم والوادعي في صحيح المسند وفي الصلاة في النعال يعني عملوا له فقه كمان وحكم المحدث رجال ورجال الصحيح رأيت النبي يصلي يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره يعني وضع النعلين عن يساره وهنا الشيخ العلامة محمد أمان يقول أنت لو حبيت تخلع نعلك ممكن تضعها تحت رجلك لا عن يسارك ولا عن يمينك هنا الرسول لأنه ما فيش حد عن يساره هو الإمام فحطها عن يساره لكن خلينا نسمع فيديو رقم تسعة عشان نكمل هذه الفكرة ونرى أين المشكلة خلينا نشوف فيديو رقم تسعة ونرجع مرة أخرى. بل كل ما في الأمر يتحفظ الإنسان فيلاحظ نظافة عليه عند دخوله للمسجد عملا بالحديث الذي أشرنا إليه ثم يدخل بهما فيصلي فيهما وإن خلعهما جعلهما بين رجليه لا يجعلهما بين يديه ولا خلفه هو على يميني هو على شمالي لئلا يؤذي الناس بل يجعل بين رجلي بين قدميه هكذا جرت السنة ودرج على هذا سلف هذه الأمة ولا تزال هذه السنة معمول بها في بعض المناطق في هذا البلد ولكن في بعض المناطق وفي الأدقار الأخرى في الخارج الموقف سيء ولكن هنا ينبغي ان ننوه ان الصلاه في النعال سنه. الصلاه في النعال سنه والموقف في الاقطار الاخرى سيء زي ما سمعت الشيخ <applause> يعني هذا المسلم يطارد النعال ويطارد مخالفه الـ اليهود ويطارد اوهام وينسى ان القيمه الاساسيه في اذا كان في عقيده هي قيمه العلاقه مع الله لا. هذا الامر لا وجود له في الاسلام انك تقيم علاقه مع الله انت عندك فرائض مفروضه عليك لا الاله يجب ان تكون هناك علاقه تربطك بهذا الاله هكذا في الكتاب المقدس علاقه شخصيه مع الخالق ده اللي بيعطيك السلام ويعطيك الضمان للحياه الابديه. انما انت تتوضا ده مش هيغسل لك خطاياك. تلبس نعال، تخلع نعال، كلها امور يعني آه هي اساطير اكثر منها حقائق روحيه. فانتم تركزوا في الحقائق الروحيه افضل لكم كثيرا من آه والحقائق الروحيه لن تجدوها في الاسلام. <applause> ده صحيح ده لن تجدوها كده. في الاسلام انت في الاسلام لن تجد غير هذه الامور الـ الـ الوضوء الـ الجنابه الاستجمار الصلاه في النعال النعال متسخه النعال نظيفه <applause> كل هذه الترهات التي لا قيمه لها في الحياه الروحيه بس عايز انا اقرا تفسير للحديث تفضل رايت النبي يصلي يوم الفتح ووضع عليه عن يساره ورحت إلى الدرر السنية ووجدت تفسير الحديث هكذا ووضع عَلَيْهِ عن يساره أي خلعهما ووضعهما جهة اليسار منه أن رسول الله قال إذا صلى أحدكم فلا يضع عليه عن يمينه ولا عن يساره وليضعهما بين رجليه وقد وردت أحاديث أخرى فيها الأمر بالصلاة في النعال ان لم يصبها اذى او وسخ مخالفه لليهود نعم يعني كل الموضوع ده نعم كده وقد صلى النبي في النعال وصلى بغيرها يعني النبي صلى في النعال وصلى بغير النعال فانا لقيت الحديث كده حطيته كده في هذا القالب يعني يضع عن يساره بين و وفي أمر الصلاة في النعال الرسول صلى في النعال وصلى بدون النعال أنت عايز إيه بالضبط؟ عايز الناس دي تحطه بين رجليها ممكن يعني حتى لو مش في وسخ ما فيهوش قذر ممكن يضعه بين رجليه ممكن يصلي في النعال ممكن يصلي خارج النعال إذا كان كله سواء ما قيمة كل هذه الحوارات والنقاشات والفقه ما قيمته؟ إذا كان هذه الصلاة هي علاقة بين الإنسان وربه ما قيمة أن يخالف فيها شخص؟ عشان يدخل في كل هذه المتاهات اللي احنا قرأناها من شوية دي كان ملخص بسيط لأمر قال خالف فيه اليهود وزي ما شفنا المشاكل اللي حصلت في هذه المخالفة جاء الآن الدور طيب هل انت كده كسرت قياسا في قرانك وانت مش واخد بالك ام لا نعم تسمحي لي ادخل في الجزئيه دي اتفضل ده اللي احنا منتظرينه يعني تمام اذهب الى سوره طه 11 و12 عن موسى أه. فلما اتاها اتى الشجره نودي يا موسى اني انا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى. يعني موسى في مكان مقدس، هذا المكان هو في ارض سيناء، ليس له اي قداسه الا لان فيه محضر الله الان، الان الله يتكلم مع موسى. فبمحضر الله اصبح هذا المكان مقدس. والمساجد انتم تسمونها بيوت الله. اليس كذلك؟ فإذا بيوت الله يجب أن تدخل في خشوع بدون نعل ليس لأن فيه قزارة أو لا ليس لأننا لو صلينا شنو شابه اليهود ولا المجوس لا لأنك أنت في محضر الله الآن أنت في ورطة يا محمد لأن هذا النص في قرآنك فأنت حينما قلت للمسلمين إلبسوا النعال وخالفوا اليهود أنت خالفت موسى خالفت قرآنك كسرته لأن موسى هنا في محضر هذا الاله خلع نعال بامر الهي. هل وضحت الفكره جداً الان؟ جدا جدا. هنا اذا نعم. ببساطه حينما جاء الـ 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 الكلام عن المكان المقدس لم يكن هناك اي كلام عن حذاء، خلع الحذاء. نعم. ليه؟ خشوعا ووقارا؟ نعم. لكنه في لاهوت الكتاب المقدس له بعد اخر ساذكره بعد قليل. لكن خليني اشوف كيف فهمها المسلمون. اسلاميا. لا. لماذا قال الله لموسى اخلع نعليك. طبعا كالعاده هم ما عارفين هم ناس ناقلين من كتاب. فبالتالي ما عارفين اي شيء في اي شيء. فبينقلوا كما يعتقدوا انه ده اهل كتاب بقى وصاب، طب اليه؟ ايه السبب مش عارفين واحنا قدمنا حلقات عن عدم معرفه السبب بس صح. قبل ما اسيب النقطه دي اذا رسول الاسلام حينما قال للمسلمين خالفوا اليهود هو خالف قرآنه كسره لا. وخالف موسى وخالف أمر إلهي هو معترف به في قرآنه نعم. يعني هو موجود في التوراة لكن هو نقله في قرآنه وخالف قرآنه نعم. حبيت افهم المسلمين فاهمين ازاي ما هو خلع الحزاء فذهبت الى التفاسير مثلا الطبر بالطبري والقرطبي وجدت عندهم كلام كانت نعلاه من جلد حمار ميت تاليف يعني حيقولوا ايه ما مش عارفين غلابه بس القرطبي قال ايه هذا حديث غريب منكر الحديث اللي في واحد منكر الحديث بس هو موجود عند الاخرين عند كثير والطبري دون هذا الانكار لكن مش مشكله ده هو محاولة. الحديث ده الكلام بتاع نعله من جلد, من حمار, جلد ميت. حمار, ميت. طيب اختلف العلماء في السبب الذي من اجله امر بخلع النعلين وانا جبت في البدايه موضوع الحمار ده لانه القرطبي علق عليه فقيل شو بقى قيل ايه فقيل لانها نجسه اذ هي من جلد غير مزكى. وقيل امر بذلك لينال بركه الوادي المقدس وتمس قدماه تربه الوادي. الوادي ده مش مقدس، مين قال الوادي مقدس؟ ده ده في ارض سيناء. ايه ايه علاقه ارض سيناء بالقداسه؟ ايه قداستها؟ ده حتى كان قبل خروج بني إسرائيل من أرض مصر وعاشوا في أرض سيناء أربعين سنة قبل ذلك هذه الأرض ليست مقدسة قدست الآن بمحضر الله فقط عشان ربنا موجود في المكان دلوقتي بيتكلم مع موسى أصبح المكان مقدس لكن مش هي أصلا أرض مقدسة قدسة مين يا ترى فرعون جاء من مصر كده طلع على سيناء وقدسها هي ليست مقدسة في ذاتها من قبل لا قدست بهذا الموقف حضور الله محضر الله هم برضو حتى لو آه يعني أخذنا بكلام اللي قال الكلام ده آه طب ما أنت برضو بتضرب القانون اللي عندك المفروض أنه الجامع يكون أرض مقدسة طيب أنت ليه مش بتتبارك ما بتحطش رجلك ليه على الأرض عشان تتبارك فانت بتلبس نعال ففصلت البركة أشكري. المفروض جزيل الشكر ليكي إذا رسول الإسلام حتى خارج هذا الفقه الإسلامي إذا كنت أنت هنا بتقول الوادي ده مقدس وانت موسى يخلع عشان يطأ هذا المكان المقدس يتبارك به نعم. طيب المساجد دي ما مقدسة ليه الرسول أمركم تلبسوا النعال وتخالفوا اليهود هو الرجل ده شوف الإسلام أنا قلتها الإسلام يساوي تعلم الكراهية تعلم كيف تكره هو ده الإسلام لأنك فيما أنت بتجتهد أنك تخالف الآخرين في أمور بسيطة أنت بتتربى جواك مشاعر في وجدانك دون أن تدري فأشكرك للجزية دي لأنها هي بتضرب هذا الفقه كله اللي احنا بنتكلم عليه من شوي إذا كان ده رأيكم طب أنتوا ليه ما بتنالوش بركة المساجد وتخلعوا الأحزي أصلا ليه رسول الإسلام أصلاً كان امركم تصلوا في النعال ويفصلكم طبعا ده لو في فصل يعني صحيح يفصلكم عن صحيح المكان المقدس وبعدين بكده بيكون كمان اليهود هم هم يعني معلش هم افضل من محمد في في انهم بيلتزموا بالشريعه صحيح يعني انت النهارده هو عندك في القران ما التزمتش انت بس عشان تخالف اليهود رحت كسرت تشريع صحيح طيب اليهود عملوا التشريع بتشريع. بشهادتك انت صحيح صح بان هم بيخلعوا النعل بيخلعوا النعل قياسا باللي عمله موسى صحيح صح صحيح انت بقى فين فين شريعة شريعتك انت بالزبط. جاي مصدق لمين انت بتقول جئت مصدقا صحيح طب ده موسى بتكسر صحيح. بتكسر بتكسر ليه قياس موسى نعم والقياس الذي اخذ به المسلمون اخذ به المسلمون يعني نشوف دلوقتي هنا ده كلام مثلا قيل أمر بذلك لينار بركة الوادي المقدس وتمس قدمات تربة الوادي، طيب وبعد كده؟ وقيل أمر بخلع النعلين للخشوع والتواضع عند مناجاة الله تعالى، وده أقرب طبعا الأمور تماما بس ده هنحطه رقم اتنين، وقيل إعظاما لذلك الموضع وده صح وكل ده مش بيعملوه المسلمين مش بيعملوه، إذا كان أنت بتقول له صلي في النعال والصلاة في النعال سنة نعم طيب ده انتم منه فين؟ فيما يقول محمد لاتباعه خالف اليهود كسر قرانه لا. لانه دف قرانه لا وكسر الفقه بتاع المسلمين اهو لانه عندهم في فقههم هذا العنوان اهميه خلع الحذاء في الاماكن المقدسه ده عند المسلمين فمثلا القرطبي وقيل امر بخلع بخلع النعلين للخشوع والتواضع عند مناجاه الله تعالى وكذلك فعل السلف حين طافوا بالبيت كما ان الحرم لا يدخل بنعلين اعظاما له الله انت عندك هي الفكره اذا كان الاماكن المقدسه لا تدخلها بنعلين لقداستها لمحمد محمد امركم تدخلوا وتصلوا في نعلين؟ مش دي اماكن مقدسه؟ ده المفروض ده المفروض يبقى اذا هنا مره تلو الاخرى لمجرد انه يخالف اليهود هو بيضرب قرآنه ثم في ابن كثير وقيل إنما أمره بخلع عليه تعظيما للبيعة مش عارف البيعة دي في كنيسة كانت هناك البيعة دي معروفة كنايس ولا هي كان في مكان للصلاة يعني هناك ما كانش في أي شيء وقال سعيد بن جبير كما يؤمر الرجل أن يخلع عليه إذا أراد أن يدخل الكعبة ليه ما بتدخل الكعبة بالنعلين مثلا يعني انت شايف انه ده مكان مقدس نعم بالمناسبه حتى لو النعلين بتوعك انت مشترين من الدكان زي ما قال الشيخ نعم. من شويه حتى لو انت مشترين من الدكان بتخلعهم لما تيجي داخل الكعبه ليه مع انه ما فيهمش قذر ولا اي شيء انت فيما لا تدري انت تشابه اليهود وتشابه المسيحيين وانت مش واخد بالك لانه ده الاساس ده الصح كده بغض النظر عن انه اللاهوت المسيح اللي انا هتكلم عنه من شويه له بعد اول قبل الخشوع امام الله بأن الانسان يخلع حزاؤه في في مفهوم لاهوتي اعمق من ده بكثير نعم خليني اقرا اولا هذه الايات المباركه من الوحي المقدس في الكتاب المقدس التي نقلها رسول الاسلام في قرانه دون ان يفهمها جيدا. نعم. سفر الخروج. فلما راى الرب انه مال لينظر، اي ان موسى مال لينظر الشجره التي فيها النار ولا تحترق، ناداه الله من وسط العليقة وقال: موسى موسى! فقال موسى: هأنذا! فقال: لا تقترب الى هُنَا اخلع حذاءك من رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. ثم قال: أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فهنا هنا إذا الوحي المقدس تكلم في ظهور السيد الرب لموسى في العليقة وهي تشتعل فيها النار وهي لا تحترق. نعم. قال له اخلع حذائك من رجليك ف ليه يخلع حذائه من رجليه عشان هو من جلد حمار ميت عشان فيه قذر عشان رجله تطا الارض أنت بيتكلم مع سيد الارض لان الاحذيه في ذلك الوقت وحتى الى عصرنا هذا تصنع من جلد الحيوان الميت الحيوان ده مات فقد الروح اي حيوان اي حيوان مش الحمار الميت لا 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 اي حيوان م. والموت دخل بسبب الخطيه فاصبح الموت مرتبط بالخطيه فكل ما هو متعلق بالموت لا يليق ان يوجد في محضر الله ولذلك قيل له اخلع عن عليك لان النعل مصنوع من جلد الحيوان الميت والموت دخل بسبب الخطيه ثم ياتي رقم اثنين الخشوع في هذا المكان الذي قدس بمحضر الله هذا الكلام تماما قيل ليشوع يشوع بن نون لما ظهر له السيد الرب فقال رئيس جند الرب ليشوع اخلع عن عليك من رجلك من رجل من رجلك لان المكان الذي انت واقف عليه هو مقدس ففعل يشوع كذلك اذا احنا عندنا الامر يعني لاهوتيا واضح جدا السبب عندنا دائما التفسير هو ما عنده تفسير هو بياخذ نص بينقوله وخلاص وبعدين يتوهوا المسلمين م. جلد حمار ميت عشان ارضه مكان مقدس عشان خشوع عشان يطع الارض هو حتى لو لم يطع الارض هو بيتكلم مع مين؟ مع مع سيد الرب لا. هي دي هنا هنا كل شيء يعني يحتاجه الانسان روحيا صحيح فاذا ليه اخلع نعليك؟ لانه النعلين من جلد الحيوان الميت والموت دخل بسبب الخطيه ووراء الخطيه يقف الشيطان. هي الشيطان الخطيه الموت. لا. فوراء الموت الخطيه ووراء الخطيه الشيطان اللي اغوى ابوينا الاولين ادم وحواء وسقطوا في الخطيه ودخل الموت الى الطبيعه البشريه والى كل الكائنات الاخرى الموجوده في الارض. عايز اذكر جزئيه هامه هنا نص قراني في سوره البقره 91 واذ قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل محمد قل يا محمد فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين هنا مصدقا ده اكذوبه كبيره جدا انت لو مصدق ما كنت تخالف موسى في قياسه ولا يشوع بن نون في الاماكن المقدسه في محضر الله مش مش يعني ليس الزاما وانت خليت سنه انك تخلع آآ نعليك آآ مع انه اسف تلبس عليك مع انه انت عندك في قرانك موسى لما تكلم عن محضر الله خلعنا عليه الان الاحذيه تصنع من البلاستيك وتصنع من جلد صناعي وتصنع من اشياء كثيره جدا صحيح. والان لم يعد هناك موتا بعد موت المسيح خلاص المسيح بموته وفدائه سحق الموت ومفعول الموت الخطيه اباد سياده الخطيه ومن ورائه الشيطان سحق رأسه تماما في معركة الصليب التي كان خائبا خائرا فيها لا. لأن المسيح له كل المجد استقبل الموت في طبيعته البشرية وسحق الموت وقام من بين الأموات كاسرا شوكة الموت إلى الأبد لا. فما عاد هناك إشكالية في جلد حيوان ولا جلد صناعي ولا بلاستيك ولا أي شيء لا. انتهى الأمر وإنما الآن بعد المسيح تخلع الأحذية فقط احتراما وخشوعا إن أراد الشخص <applause> وليس الزاما لو ما عملتش كده يبقى عندك انت مشكله، لازم تخلع عشان لا تشابه فلان ولا تشابه المجوس ولا كل ده كلام يعني ينزل بالانسان الى الحضيض ولا يرتقي به لا روحيا ولا حتى على اقل تقدير اخلاقيا. <تصفيق> <تصفيق> كانت دي الفكره الاولى في ان محمد فيما خالف الاخرين خالف الهه. عايز اخذ واحده ثانيه بسرعه اخف <applause> و يعني زي ما بيقولوا كده دمها خفيف شويه طيب هاخد العشور العشور زي ما احنا شايفين كده فالعشور هاخد برضو الوحي المقدس يتكلم ايه في العشور هاخد ايتين واحده علشان نوثق موضوع العشور واحدة علشان نعالج فكرة ربما يحتاج البعض إلى فهمها أكثر هأخذ الأولى من التسنية 26-12 متى فرغت من تعشير كل عشور محصولك الكلام لبني اسرائيل في السنه الثالثه سنه العشور واعطيت اللاوي والغريب واليتيم والارمله فاكلوا في ابوابك فاكلوا في ابوابك وشبعوا الى اخر الايات يعني إذن في السنه الثالثه سنه العشور اعطيت اللاوي اللي هو مكرس لربنا والغريب الغريب يهتم به نعم واليتيم والارمله فاكلوا في ابوابك وشبعوا. تقدمت لهم في ابوابك وشبعوا وكلوا ده العشر الثالث. في ملاخي هناك ايضا جزئيه اريد ان يعني اعلق عليها يقول هاتوا جميع العشور الى الخزنه ليكون في بيتي طعام وجربوني بهذا قال رب الجنود ان كنت لا افتح لكم قوى السماوات وافيض عليكم بركه حتى لا توسع. فهنا بيتكلم عن هاتوا جميع العشور إلى الخزنة ليكون في بيتي طعام فبعض الناس وجربوني بهذا يقول لك الشيء الوحيد اللي انت تجرب فيه ربنا العشور خطأ الله بيقول عنه الوحي المقدس غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد دي طبيعة الله لكن هنا معنى اختبرني شوفني أنا حامل لك إيه. طب هي التجربة التجربة مثلا أنا لما بيقول كتاب لا تجرب الرب إلهك يعني أرمي نفسي في النار وأقول إيه ما ربنا قال حينقذني هنا بيقول لا تجرب الرب إلهك لكن لما هنا جاءت كلمة التجربة هنا مش التجربة معناه أنك بتمتحن الله هل سينجح أم لا حاشا لي وتبارك اسمه لأنه لا يخضع لهكذا قوانين ولا يتأثر بهذه الأمور الضعيفة التي نتأثر بها نحن ربما ننجح ربما نسقط ربما نفشل لا هنا بيقول جربوني يعني اختبرني شوف انت لما تكون امين انا حابارك في امانتك وابارك لك فيما قدمت من عشور دي بدايه ايتين بسرعه انا اخذتهم لو عندك عليهم اي تعليق لا تفضل نكمل طيب اروح لصحيح مسلم دلوقتي احنا العشور هي احنا موجود. فهمنا كده العشور خلاص طب هي العشور زيها زي خلع النعلين يعني آه هو الرسول آه يعني كسر موضوع العشور بعد ما بس انا كنت عايز اقول الحته ده عايز اخليها في الحديث لو سمحتي لي خلينا طيب نقرا طيب. الحديث في الاول من صحيح مسلم كتاب الزكاه عن عمرو بن الحارث ان النبي قال فيما سقت الانهار والغيم العشور وفيما سقي بالثانيه نصف العشر الله ده الرسول بيتكلم بالعشور هو. يعني هنا رسول الاسلام بيقول اللي سقته الانهار والغيم لو في انهار جاريه او غيم مطر يعني تقدموا فيه العشور لكن اللي بيسقى بالثانيه وهنعرف ايه هي الثانيه ده نصف العشر فايه هي الثانيه انا ذهبت لتفسير الحديث صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الزكاه واما الثانيه فهو البعير الذي يسقى به الماء من البئر ويقال له الناضح وفي هذا الحديث وجوب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوها مما ليس فيه مؤنة كثيرة تعب كثير يعني ونصف العشر فيما سقي بالنواضح وغيرها مما فيه مؤنة كثيرة وهذا متفق عليه يعني اللي بيسقى بالبعير بتطلع من البير بالبعير بالجمال المية فيها تعب فده آه بيتاخد منه آه نصف العشر انما اللي بينزل الغيم انت ما تعبت في الغيم لا. ما تعبتش في المطر قدم العشر كله آه تماما فانا عايز بس آه عشان النواضح او الناضح يمكن البعض ما يكون مخلي باله منها هي مشهوره في اماكن كثيره في العالم حتى في افريقيا الى اليوم ربما يستخدمون الحمير لكن خليني انا اديكم صوره نشوف فيديو رقم عشرة ونشوف فيه الناضح اللي هو الجمل الذي يستخدم في اخراج الماء من البئر ونرجع مره اخرى ده بقى يدفع نصف العشر اللي بالناضح لانه بيتعب وبيشغل طب الجمال هو اللي تعبان الجمال مش هو طب ما هو بياكل الجمال وهو يمتلك الجمال وهو عنده وقت يعني فعمل له نصف العشر طيب اما اللي بالغيم وبالمطر وبالانهار ده خلاص ده يدفع العشر كله طبعا الاسلام فيه عشر مش دي ورطه كبيره برضه الإسلام فيه زكاة ماشي إنما عشور عشور دي بتاعت أهل الكتاب ليه الرسول بيتكلم بالعشور أصلاً؟ ما له علاقة بالعشور خليني أقرأ حديث رواه عبد الله بن عمر حدث به النووي في المجموع خلاصة حكم المحدث صحيح بإسناد صحيح على شرط مسلم ورواه البخاري بمعناه في صحيح البخاري في كتاب الزكاة <applause> عن النبي قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر طبعا هنا عثريا برضو مفروض نعرف ايه هي لكن هنا برضو بيتكلم عن العشر عن النبي نصف العشر نعم الرسول اللي بيتكلم والحديث فين؟ الحديث في البخاري برضه. بمعناه. طيب، فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. وما سقي بالنطح اللي هو شفنا الجمل دلوقتي نصف العشر. تفسير من الدرر يبين النبي أنه فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا وهو ما سقي بالأنهار والعيون والوديان الجارية أن فيه العشر أي عشر غلته. يعني عثريا يعني هو الغيم والمطر الى اخره. وما سقي بالنطح اي وكل زرع سقي بسبب اخراج الماء من البئر بالبعير او الاله فان فيه نصف العشر اي نصف عشر غلته. غلته وفيه دلاله على ان ما سقي نصف العام بآله ونصفه بغيرها فيه ثلاثه ارباع العشر. يعني برضو تحيروا لو في مطر نعم في نصف عام ونصف عام ما فيش فسقى به الاله او اخراج الماء بالبعير في حديث <applause> <applause> معاذ ابن جبل حدث به الالباني في صحيح النسائي صحيح النسائي وخلاصه حكم المحدث صحيح بعثني رسول الله الى اليمن فامرني ان اخذ مما سقت السماء العشر وفيما سقي بالدوالي نصف العشر الدوالي يعني الدلو نعم طيب دلوقتي انا بسال المسلمين انتوا عندكم عشور ما عندي عشور لا طبعا كيف الرسول هنا بيتكلم عن العشور عايزين المفاجاه بقى يعني هنا الرسول كان بيتكلم عن العشور والعشور امر اهل الكتاب نعم فجاه قال للمسلمين ودي المفاجاه الاولى في حديث رواه ابن حجر العسقلاني أمير الحديث في تخريج مشكات المصابيح خلاصة حكم المحدث حسن ورواه عمير الثقفي جد حرب بن عبيد الله حدث به الشوكاني في نيل الأوطار وصالح للاحتجاج يقول إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور ده محمد العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور <applause> مش شيء غريب جدا طب وانت كنت بتقول ايه لما لما ما فيش عشور ما تقول زكاة ليه بتستخدم كلمة عشور أصلا إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور طيب يا يا رجل يا اللي بتقول إنك نبي أنت مش بتخالف أهل الكتاب أنت بتخالف إله أهل الكتاب صحيح. لأن صحيح. العشور ده أمر كتابي عند المسيحيين وعند عند اليهود، فأنت بتخالف كذا إن لم يزد بركم على الكتبة والفرسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. صحيح. ومن ضمن هذا البر العشور. فإذا يعني هذا الرجل المدعي نبوه وعمال يقول خالف وخالف وخالف نعم. وخالف، وهنا بقول لك إنما العشور على أهل الكتاب. نعم. طيب مش على أهل الكتاب من فين؟ من إلههم ولا هم اخترعوا؟ من إلههم. بدليل إنك أنت كنت بتستخدمها، جيت فجأة لغيت زي الهه بيمسح بينسخ الكلام اللي قاله بينسى فده شيء غريب جدا ويجي هنا يقول لك ايه في البقره اللي احنا قراناها من شويه ويكفرون بما ورائه وهو الحق مصدقا لما لا. معهم لا. يبقى كلمه القران لما اله القران يقول مصدقا كذاب صحيح مصدقا ازاي وانت دلوقتي بتقول العشور صح. على اليهود والنصارى ما انت لو مصدق يكون عند المسلمين الى اليوم عشور ليه ما فيش عشور؟ ليه استبدلتها بشيء اخر اسمه الزكاه؟ خليني اقول لك المفاجاه الثانيه. طيب. المفاجاه الثانيه حتى علي ابن ابي طالب خالف كلام الرسول، مش قال العشور طيب. على اليهود والنصارى؟ مهم. طيب شوفي علي ابن ابي طالب روى حديث هو بنفسه حدث به بن جرير الطبري في مسند عمر خلاصه حكم المحدث اسناده صحيح. في اماره علي قال: قد عفوت عن صدقه الخيل. والرقيق ولكن هاتوا عشور هاتوا صدقه الاموال ربع العشر هاتوا صدقه الاموال ربع العشر م. انت ليه بتستخدم ربع العشر بالمناسبه اليهود اكرم منكم انت بتقول اليهود بخلاء ربما لكن مع الههم مش بخلاء لانه اللي بيدفع هنا ربع العشر م. اليهود اليهودي بيدفع اكتر من المسلم ثلاث اضعاف لانه بيدفع العشر مش ربع العشر م. م. والمسيحي اكثر من اليهودي بعد ذلك الجزيه. لا يعني انت بتاخذ من المسيحي من اليهودي هو بيدفع العشر وانت بعد كده بتاخذ منه ايه؟ بتاخذ منه الجزيه، فهو بيدفع العشر وبتاخذ منه الجزيه. آه مع انه الرسول ياخذ الخمس اكثر من الهه. آه. يعني الرسول ياخذ الخمس، يعني الضعف الهه. لانه الهه هنا بيقول له نصف الخمس. فمن هو الاله في الاسلام؟ اذا محمد يأخذ الخمس. خليني اذكر لك حديث اخر فيه ايضا علي بن ابي طالب يقول عن العشور حدث بالحديث محمد بن عبد الهادي في تنقيح تحقيق التعليق الى اخره خلاصه حكم المحدث اسناده صحيح. هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم ربع العشور طيب انت آه ليه ليه جبت كلمة عشور؟ ليه ما بتاخدش القيمة من كل المبلغ؟ ليه بتاخد العشور وبعدين بترجع تقول ربع العشور؟ نعم أنت أصلاً ما عندك عشور بتقولوا ما عندكم عشور فأنت ليه بتاخد أولاً من كل المبلغ تاخد العشور ثم تصنف ما تعطيه من هذه العشور ربع نص العشر ربع العشر ما تاخده من الكل ليه ما بتاخده من المال مثلاً الرسول استبد بالخمس. مثلا واعتبروا مصطلح ليو يعني مثلا. نا. طيب نا. يبقى الرسول ليو الخمس ونصف الخمس بدل ما تقول العشر. نعم قول نصف الخمس م. كده انت تكون بقى ايه ده مصطلحك وما لكش دخل باليهود والمسيحيين. انما تجيب مصطلح المسيحيين وتشتغل عليه نص وربع انت كان عندك مصطلحك الخمس. تكلم عايز تقول العشر والنصف الخمس نفسها مصطلح. صحيح. قيس عليه قيس عليه ما هو ربع الخمس بس بدل ما تقول نصف العشور ربع الخمس ربع الخمس ليه بتروح للمسيحيين واليهود بعد كده تقول لهم خالفوا بس انا مش عايز افوت حته انه الرسول اخذ الخمس انت ده زي مين؟ زي فرعون لانه فرعون اخذ الخمس برضه طبعا نصيحه يوسف الصديق بس نصيحته لفرعون نعم خلينا اقرا ليكي من سفر التكوين 41 34 يفعل فرعون فيوكل نظارا على الارض وياخذ خمس غله ارض مصر. تكوين 47 ويكون عند الغله انكم تعطون خمسا لفرعون والاربعه الاجزاء تكون لكم بزارا للحقل. ثم يقول وطعاما لكم ولمن في بيوتكم وطعاما لأولادكم فجعلها يوسف فرضا على أرض مصر إلى هذا اليوم لفرعون الخمس جاء رسول الإسلام وقال لي أنا برضو الخمس خمس الغنائم مع أن موسى وكان في عصره في حروب وكان في غنائم لم يأخذ شيء لكن في النهايه هذه هي طريقه رسول الاسلام الاستبداد بالخمس وهذه من خصائص الرسول خصائص وجعلوها خصائص لمحمد فكان بياخذ الخمس ده فرعون واضح انه يعني زي فرعون كده هو ياخذ الخمس هرجع للنقطه الاساسيه العشور نعم انت لما النهارده بدات بالعشور وتكلمت عن انه ما سقط به الانهار والينابيع والعيون العشر. العشر نعم كنت بتتكلم عن العشر وما سقت به النواضح او الناضح اللي هو الجمل نصف العشر جيت على طول غيرت كلامك انما العشور دي على اليهود والمسيحيين طب انت بتخالف اله المسيحيين واليهود اله الكتاب المقدس اله موسى هذا ما قصدته في العنوان الاول لما انت سالتيني يعني بيكسر وحي القران يكسر قرانه آه هذه كسر القران في البسوا النعال لا. وعنده موسى كان يمكن ان ياخذ قياس موسى صحيح. في الصلاه صحيح في من قرانه مم. وفي العشور هو دلوقتي وطبعا حتى في الحذاء هو بيكسر القران التوراه صحيح لان انت لما تحطها صحيح. سنه وتحطها شرط مم. احنا في المسيحيين فاهمين اللاهوت المسيحي فهمين بعد موت المسيح ايه حصل؟ نا. خلاص ما فيش شيء اسمه موت ولا نجاسه ولا اي شيء. طب انت دلوقتي تاتي لتكسر قرانك وتكسر وحي التوراه لمجرد انك انت عاوز اتباعك يعملوا ايه؟ صحيح تخالف يخالف آه اليهود نا. لما آه آه انا بسال ليه ترك آه اله محمد نبيه الى هذه الدرجه انه هو يكون عنده خلل في النصوص اللي بيقدمها وفي نفس الوقت يشابه اللي هم بيسميهم أحفاد القردة والخنازير مرة في الشعر ومرة بيصلي بدون نعال إلى آخر الملبس خدناه الأسبوع اللي فات كان يلبس الطيالسة الطيالسة لبس اليهود ويقول لهم خالف اليهود لا تلبسوا ملابس اليهود وهو طلعت أسماء بنت أبي بكر الطيالسة بتاعت محمد كانت عائشة محتفظة بها دا جبة الرسول نعم فإذا ترك ليه رسول بقى آه يخالف آه يعني يقع في هكذا أمور وفي ذات الوقت يشابه أحفاد القردة والخنازير يعني هو من ناحية بيشابه ومن ناحية بيخالف وفي نفس الوقت بيخالف وهو في مخالفته لليهود بيخالف التوراة وبيخالف قرآنه وتشريعه اللي هو جايبه وبيخالف موسى مع أنه موسى أخي وعيسى أخي وداود أخي طيب انت مش واضح انه دول لا انتوا اخوه وانت جاي تخالف مش جاي تصدق اه ما اعرفش عارف انا ايه عارفه تعبير اخي لو كان طبعا هو الفرق بين السماء والارض اكيد اخوه من فين يعني اكيد طبعا اكي هو بيقصد اخ في في النبوه يعني ما له علاقه ها شوفي الذين تابعوا رسول الاسلام كانوا وثنيين المسلمون المسيحيون واليهود رفضوا محمد قتلهم ونكل بهم وطردهم من جزيره العرب نعم والى اليوم المسيحيون واليهود يرفضون محمد عارفين انه نبي كذب صحيح فاللي حاصل انه الوثنيين دول لا عندهم فكره عن انبياء ولا عندهم فكره عن عن الوحي ولا عندهم فكره عن اي شيء نعم فحينما جاء محمد وادعى النبوه حتى هؤلاء رفضوه في البدايه يعني لولا انه رفع سيفه عليهم صحيح وفتح مكه ومن دخل بيت ابي سفيان فهو امن ولبر من وجدتموه صدوه حصدا الى اخره فالناس امنوا به علشان خافوا من سيفه والدليل انه لما مات ارتدوا عن الاسلام لا. ولم يرجع هؤلاء الا بسيف ابي بكر يعني لما ابي بكر و حروب الردة حروب الردة بيسموها حروب